صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية من وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من صباحنا غير. أكيد أمنياتنا دايما لكم الخير والرضا وراحة البال اليوم وكل يوم. أكيد مثل العادة نحن نترافق معكم لمدة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المنوعة والتقارير بمحافظاتنا السورية. ولكن قبل خليني أرجع صبح عليك يا عفاف. يسعد صباحك. صباح الخير. كيفك لليوم؟ تمام. صباح الخير لكل المشاهدين يلي عم تابعونا كنتوا داخل او خارج سوريا. اكيد بدي اتمنى لكم كالعاده بهذا الصباح والصباحات القادمه كل الخير وكل الرضا وكثير من الحب والدفى لقلوبكم. مرافقينكم اكيد محطاتنا ولكن فاصل صغير ومكمل. صباح الخير عن جديد مشاهدينا. رح نبدا باولى فقراتنا لليوم وموضوعنا تربوي. رح نحكي أكثر عن فن الحوار أو فن التواصل بين الأهالي والأطفال. كلنا بنعرف أنه هذا الموضوع شيء كتير أساسي أنه نغرسه عند أطفالنا من عمر صغير لحتى تكون شيء عادة من عاداتهم وطباعهم وسلوكياتهم اترافقهم إن كانت ببيوتهم أو مدارسهم أو بأي مكان بيكونوا موجودين فيه. أكيد كل هذا الشيء بيساهم بنشأة الطفل تنشئة وتربية نفسية صحيحة. لنحكي أكثر عن طرق وأساسيات الحوار اللي لازم اليوم نتبعها مع أطفالنا وشو هي الأخطاء الشائعة اللي ممكن تكون موجودة. خلونا ننتقل مباشرة لضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو الاختصاصية التربوية نغم تربية. سعد صباحي. هلا. أهلا وسهلا فيكي. صباح المشاهدين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يعني دائما بنقول إنه الحوار سيد الموقف والعقل سيد الحكمة وكثير يعني لحتى نحن الآباء ممكن يجهلوا هذا الموضوع أهمية الحوار مع ابنائهم قد ايه ممكن يساعدهم على تقويه شخصيتهم ويعزز لهم ثقتهم بنفسهم. اليوم خلينا هلا نركز باول فقرتنا عن اهميه الحوار بين الاباء وابنائهم. بالبدايه بدنا نحكي انه مفتاح العلاقات السليمه بين الاطفال والاباء او بين الزملاء بالعمل او حتى بالمدارس بين المعلم والطالب هو الحوار الصحيح السليم. القدرة دائما القدرة على الحوار بتفتح آفاق كتير كبيرة للطفل لحتى يكون شخصيته لحتى يقدر يفكر بطريقة صحيحة وحتى بطريقة منطقية بيصير بيحلل الأمور وبيفكر بطريقة صح. ثقافة الحوار هي الثقافة هي عادة مكتسبة بنغرسها عند أطفالنا من هنا وصغار بتكبر معهم لحتى تصير عادة من عاداتهم من سلوكياتهم من أسلوبهم. هي أسلوب حياة المفترض أنه يكون هو شيء متبع وسائد بكل المجتمعات لأنه هي ركن من أركان التفاهم والانسجام حتى هو شيء أساسي بالتفاهم العائلي. منلاحظ أنه العائلات المتفاهمة معتمدة على الحوار السليم. طبعاً الحوار التفاهم أكيد ما بيكون 100% لكن مجرد ما كان 80% لأنه ما في اتفاق وجهات النظر بتكون 100%. فمجرد ما نحن تقبلنا الشخص الآخر تقبلنا الرأي اللي هو طرحه التفاهم بيناتنا وصلنا لنتيجة صحيحة. ونحن بنفتقر للأسف بمجتمعنا هذا لهذا الشيء للحوار الصحيح لأنه كل حدا فينا بيعتبر أنه هو رأيه الصح وهو كلمته اللي لازم تمشي والغلط الأكبر أنه نحن ما بنتنازل عن آرائنا بنفكر أنه هذا الشيء ضعف بالشخصية وهذا الشيء غلط. لا بالعكس أنا طالما عم بسمع الحوار عم بتقبل عم بحترم آراء الآخرين هذا بكفي لحتى أنا أقدر أفهم الأشخاص الثانيين. كيف إذا كان بالتعامل مع الأطفال هذا شيء كتير مهم وضروري من أول ما بيبدأ الطفل يوعى بحياته. تمام. استاذة نغم يعني بعد ما عرفنا هيك تعريف بسيط عن أهمية وجود الحوار أو ثقافة الحوار اليوم بين الأهالي والأطفال خلينا نحكي اليوم أكيد لهي الثقافة في آثار كتير إيجابية وتحديدا إذا فينا عم نحكي عن شخصية الطفل. شخصية طبعا. هذا الطفل لما يكبر بالمستقبل ويصير يمكن عنده استقلالية بكل شيء بحواره بحديثه بكل شيء. خلينا نوضح اليوم قد ايه ممكن تأثر هي الثقافة على تكوين شخصية ناضجة. تماما. الأهل الأسرة هن الركيزة الأولى للطفل من هون بيبدأ من هون بينطلق. فلازم تكون الخطوة الأولى اللي هو بيخطيها خطوة ثقة
لحتى يقدر يتحكم بكل المواقف اللي هي بتواجهه. أسارة كتير لازم تكون إيجابية على الطفل، نبدأ فيها من هو وصغير. يعني منشوف الطفل أول ما ببلش بيوعى بيبدأ، يعني هذا الشيء الحوار بيساعد الطفل أنه يزيد مفرداته، حصيلته اللغوية، حتى بتصير عنده مخارج الحروف صحيحة. لما أبدأ حاور طفلي هو وصغير ببلش بياخد كلام بخزن لحتى يرجع يستخدمها بالوقت المناسب. وكتير حلو كمان أنه خليها هي أسلوبه الدائم يعني، وحافظ على الهدوء، علمه أنه دائما كون أنا سيد الموقف بأي شيء عم بيصير معه. يعني ما استخدم العصبية، ما استخدم الكلام السيء لإله، كون هادية بهي المواقف لحتى أقدر حاوره بطريقة صحيحة. لما نعتمد على قواعد وأسس من بداية التربية، طفل خلص بياخدها مثل ما حكيت بالبداية أسلوب حياة لإله. بس مو دائما الحوارات تبوء بالنجاح وبتأدي للنجاح بين الآباء وأبنائهم. كثير من الآراء يعني صارت حول هذا الموضوع، أنه نحن حاولنا نحكي، حاولنا نقعد على طاولة حوار، حاولنا نحكي بكل هدوء وسلاسل حتى مثلا نلاقي حل لهذا الموضوع، ولكن المحاولات كلها باءت بالفشل. شو اللي بيخلي الحوار هون بين الآباء وأبنائهم يؤدي للفشل وكل مرة ما بنوصل لنتيجة؟ كل حدا فينا كان بيتمنى لو أنه نحن نصارح أو نحاور أهالينا أو نحكي لهم عن مواضيع مزعجة لألنا. لا، الآباء والأمهات قبل كانوا دائما صاحبين سلطة، هن بيأمروا هن بينهوا بدون نقاش بدون اعتراض. هذا الشيء اللي نحن بدينا فيه وربينا عليه، وهذا الغلط اللي واجهناه. دائما نحافظ، يعني هلق نحن الآباء بهذا الجيل والأمهات عم بيدوروا على أساليب تربية جديدة تناسب أطفالهم، تراعي نفسياتهم. صاروا مدركين أكثر لنفسية الطفل، غير بالبداية طبعا مع احترام الشديد لكل الأهالي لأهالينا، بس الجيل اليوم مختلف تماما عن جيل قبل. عم تفشل التربية عم يفشل الحوار لأنه ما عم بيكون في توازن. طالما الحوار فقد التوازن تحول الحوار لجدل، الجدل بتعلى الأصوات، فبيصير الأب بده يثبت كلمته أنه أنا الموجود، كلمتي اللي بدها تمشي هون. يعني بداية من الأهل لما بيستخدموا الحوار بسلاسة مع الحفاظ على الاحترام، وأنه الاحترام الأب موجود، احترام الأم، الحوار ما بيعني قلة احترام، بالعكس. هذا الشيء اللي نحن لازم نعرفه. ما علي صوتي على ابني المشكلة، نحن مثلا بنتحاور على مشكلة، يمكن الصوت العالي هو السبب الرئيسي. تماما وانه انا رأيي اللي بده يمشي، وانا الاب هون او الام، انا كل هي الامور. هذا الموضوع غلط، لانه نحن اذا بدنا نستخدمه، انا اول حوار بجري مع ابني خلص يعتبر نهاية لكتير حوارات تانية بحياته. ما لقى عطف، ما لقى احتواء، فهذا الشيء بخليه يبتعد عن أهله حتى، وبيلجأ لأشخاص ثانيين. دائما بحكيها أنه أنا لما أحتوي ابني عامله بمحبة بالحوار وبغيره من الأشياء، أنا بحافظ، يعني ببني شخصية قوية فيها ثقة، عنده قدرات عالية بالتفكير. فالأفضل أنه نحن نكون هادين معلي، مثل ما بيقولوا إذا كبر ابنك خاويه. فكتير حلو أنه لما أنا يبلش يوعى معلي يكون أنا قريبة منه. تمام. اليوم يمكن كثير من الاشخاص بيقولوا لك انه هذا الموضوع ما له اهميه، انه الحوار بين الاطفال والاهل هذا الشيء مو مهم يكون موجود، ويمكن لهذا السبب بنشوف انه هي الثقافه ما موجوده كثير اليوم بسبب انشغال الاهالي، ان كان برا البيت او الظروف الصعبه، بتلاقي يمكن الاهالي ما عم يلاقوا وقت لحتى يحكوا مع اطفالهم، وبالتالي يمكن هون عم بيكون في نتائج كثير سلبيه على الطفل وعلى شخصيته. خلينا نوضح اليوم النتائج السلبيه في حال غياب ثقافه الحوار. طبعا هلق نحن دائما مبرر الاهل انه نحن عم نعاني من ضغوطات الشغل الطويل، ما عم نقدر
نوفق بين الشغل والتعامل مع الطفل، أنا هذا الكلام برفضه كتربوية، لأنه نحن مو المهم أن جبنا أطفال، المهم التربية، والتربية هي مانا فترة محددة وبتمرق. لا، حتى الطفل إذا بصير كبير وعنده أولاد بحاجة لنصيحة، بحاجة لتوجيه، فنحن ضروري نستخدم هذا الموضوع. لما بحاور ابني وبعطيه ولو ربع ساعة بنهار لحتى يعرف هو شو الأخطاء اللي عم بيواجهها، كيف هو بده يصحح هي الأخطاء، شيء كتير ضروري. والشيء الأهم كمان إنه أعطيه اهتمام، يعني لما بيجي بده يحكيني، وخصوصا إنه إذا كانت الأم مشغولة أو الأب، إنه يلا خلص بعدين بحكيك، أو بتسكته تمام. أو مثلا ممكن تعيط عليه إنه لا مو وقتك، خلص بعدين تعال بعدين بنحكي، هذا الشيء غلط، يعني هذا عم بيأثر على نفسيته، غير إنه هو ما حل مشكلته أو الأم ما تجاوبت معه، كمان هو عم بحس إنه هو ما أنا موجود. دائما بنقول الطفل لما بيلجأ لنا نحكي، نتواصل معه بصريا، نحسسه باهميته، انه هو موجود. الموضوع ممكن يكون مو مهم بالنسبه لنا او مو ذات اهميه، لكن هو مهم بالنسبه للطفل، فكتير ضروري نعطيه الوقت الكافي لحتى نقدر نحصل على نفسيه صحيه سليمه يواجه فيها المجتمع فيما بعد. طيب اول شيء يعني لازم نحن نكسب ثقه الطفل فينا، ممكن يعمل شيء خطا ما يتجرأ يحكي فيه او يصير حديث عن هذا الخطأ، فممكن يحبس جواته هذا الشيء، بالتالي بتؤدي لنتائج سلبيه كمان، ممكن يروح يوثق بالاشخاص الغلط ويحكي لهم. اكيد. كيف نحن بدنا بالبدايه نعزز هي الثقافه عند الطفل، انه شو ما صار معك تعال احكي، شو ما كان الموضوع كبير وقد ما كان الخطأ كمان كبير. طالما أنا بلشت مع ابني من هو وصغير عم بسمعه بطريقة صحيحة، عم كون هادية معه، عم بعطيه حلول سليمة، فالطفل أكيد ما رح يلجأ لغيري. لما بعصب وبين له أنه أنت أخطأت مثلا، أكيد لازم أنا صحح وأعطي موعظة للطفل، لكن بطريقة محببة لإله. يعني نحن كبار إذا مثلا عم نلجأ لحدا أكبر منا، ما لقينا هذا الاهتمام، ما لقينا هذا الاحتواء، ما رح نرجع مرة ثانية، فما بالك طفل صغير ونحن المسؤولين عن تربيته. فالخطوة الأولى والأخيرة والدائمة اللي نحن لازم نستخدمها مع أطفالنا هن نحتويهم، نسمعهم ونحسسهم بوجودهم كأشخاص. دائما نعقد اجتماع دورية بالبيت، ناخذ آراءهم بكثير من الأمور، نسمع حتى لو هن قدموا نصيحة للأهل، نسمعها دائما وناخذها بعين الاعتبار، وبعدين شوي شوي بصير الطفل بالفعل بيتصرف كل التصرفات، وهو عم يشعر انه هو حدا موجود ومو بعيد عن العيلة ابدا. تمام. وكلنا بنعرف اليوم انه لكل طفل عنده اسلوبه بالكلام او بالحديث، عندك الطفل العصبي، الطفل العنيد، الطفل اللي ما بيحكي ابدا بضل هادئ. طيب انا عندي سلوكيات كثيره اليوم للاطفال وتصرفات، انا لازم راعي اليوم كل طفل كيف شو اللغه اللي احكي معه فيها، ولا لا كلياتهم لازم اتبع معهم اسلوب معين من الحوار؟ لا اكيد كل طفل بيتميز، مثلا الطفل العصبي اكيد ما بيجي بحاوره وهو معصب، الطفل الخجول له طريقه خاصه بالتعامل، مثلا الطفل بنلاحظ الاطفال الخجوله خصوصا بالروضه مثلا او بالمدرسه مع اشخاص غرباء، فنحن شو بنساوي؟ بنحاول نتقرب من هدول الاطفال، نحاورهم بطريقه هاديه، نستخدم لغتهم بالتعامل او اسلوبهم بالتعامل. والمراهق كمان قديش صعب المراهق التعامل. طبعا المراهق هذا موضوع آخر، هذا بده حلقتين كان بالحوار مع المراهق، لأنه أساساً هو مو بس إنه هو بلش يعني بعمر صار كبير، صار حتى هو بيعتبر إنه رأيه هو الصح، أهله هن أعدائه، فهذا الموضوع كتير بدنا ناخده بعين الاعتبار، بده يكون دائماً قريبة منه، دائماً احكيه، أنصحه، اسمع مثل ما حكيت، اسمع إنه حتى هو لما بينصحني أنا أتقبل النصيحة كرمال حسسه إنه أنا وياه بنفس الأسلوب بالتعامل.
يعني هلا كمان نحن عم نحكي عن الحوار مع الاطفال بفتره كمان حساسه، هلا فتره امتحانات وممكن شي طفل ينقص علامه علامتين ثلاثه خلينا نقول، لو يجي يحكي لاهله انه انا بيرح لي علامتين او ثلاثه، هو حكى وعبر عن غلطه، هون الاهل شو ممكن يتصرفوا؟ يقولوا له معلش بتعوضه من رجايه ولا لا لازم نعصب لا لا لا. عليه عشان ما بقى يضيع ولا علامه؟ على فكره العصبيه بهي الحاله الطفل ما عاد بيعرف شو المضمون اللي هو عم يدرسه، طبعا ما بيعرف شو المضمون وبيدرس بدون ما يفهم، يعني بس مهم نحن درسنا الماده ومشينا. فانا لما بياخذ علامه مثلا ناقصه ثلاث علامات ما بتطلع ثلاث علامات ناقصين، مثلا جاب 17 من 20، لا انا بشكره على الانجاز، طبعا بشكره على انجازه انه انت انجزت 17 علامه من اصل 20، وهدول الثلاث علامات بنرمم الضعف اللي عندنا لحتى نحصل على علامه تامه. ومو بالضروره انه نحن نسكر، لانه هو الانسان لازم يكون ناجح، يعني عندنا 6-7 مواد بالفصل الدراسي، مو بالضروره يكون كلهم بكلهم عم بيبدع، لا في نواحي بيكون مبدع فيها، في نواحي ممكن أكيد تكون شوي يعني اكيد يعني بالختام معلومات كثير مهمه، بدنا نشكرك كثير الاختصاصيه التربويه نغم طربيه، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك وشكرا على كل النصائح اللي قدمتيها، وعن جد بنتمنى من الاهل انهم يفتحوا طاوله الحوار ويعززوا ثقه اطفالهم. أكيد. شكرا لك. كنت وصلنا لفقرتنا التالية ورح نحكي فيها أكيد عن المساحة ومساحة العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية اللي بتصير على أرض الواقع، وطبعا مؤسسة سوريا بتجمعنا ما بتخلق أبدا من مبادراتها ودائما مشاركاتها التطوعية على أرض الواقع دائما، إن كان بالزلازل ولا فترة المدارس ولا كمان هلأ مبادرتهم الأخيرة مع أسر الشهداء و العائلات للعسكريين يلي استشهدوا جراء الاعتداء يلي حصل على الكلية الحربية بحمص. أكيد بدنا نحكي عن كتير مبادرات وشو جديد مؤسسة سوريا بتجمعنا لعام 2024 مع الأستاذة لبنى مسوح وهي مسؤول إدارية في مؤسسة سوريا بتجمعنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك. صباحك. اهلا وسهلا فيكي. لبنى، يعني لما نقول مؤسسة سوريا بتجمعنا يعني عم نحكي عن مؤسسة عمرها 12 سنة من العطاء من العمل الإنساني والتطوعي والخيري، كان لكم نشاطات كثيرة وعديدة ومشكورة جهودكم كثير بسنة 2023 خصوصا مع بداية الزلزال اللي كان في لكم نشاطات كثيرة، خلينا هيك نستذكر بعض من الأنشطة أو المشاريع اللي كانت موجودة خلال عام 2023. تمام، يسعد صباحكم مرة ثانية. أهلا وسهلا. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك مؤسسة سوريا بتجمعنا صار لها 12 سنة على الأرض، وهي من يعني من أول ما بلشت كانت موجودة مثل ما تفضلتي مع الناس يلي هي بحاجة لنحاول نسد حاجاتهم بالشيء اللي بنقدر عليه. هلا خلال عام 2023 نحن دائما كان عندنا خطة للسنة نحضر سنة العام القادم بأنه يكبر الشغل، نتوجه لشيء تنموي. للأسف مثل ما تفضلت الزلزال اللي إجا خلانا شوي نعدل عن التنموي ونكمل بالإغاثي. مشاريعنا الدائمة المستدامة بالمؤسسة هي مكملة رغم الحالات الطارئة اللي صارت هلأ رح نحكي عنها، ولكن مشاريعنا اللي هي دوائي ومشاريع مثل ما تفضلتي الشباب نبض الوطن لتقديم القرطاسية للطلاب المدارس، مشروع برنامج تنفس تبع توليد الأكسجين، هاي كل المشاريع قائمة موجودة بالإضافة لحملة على امتداد الوطن الكبيرة اللي هي دائما بتهدف لتقديم كل المواد الغذائيه العينيه المبالغ النقديه للناس اللي هن بحاجه انه نكون معهم. هاي المشاريع كلها استمرت خلال عام 2023 بالاضافه للحالات الطارئه اللي حكينا فيها الزلزال كنا موجودين بالمحافظات الثلاثه على الارض، سافرنا وكنا معهم بمراكز الايواء، كنا معهم بالبيوت الايله للسقوط، البيوت المتصدعه، ساهمنا بتقديم اي شيء بنقدر عليه من مواد غذائيه، من البسه، من مواد اوليه للمطابخ الميدانيه، احرامات. ونحن مستمرين بمشاريعنا، اجت الحرائق كمان للاسف بريف اللاذقيه، كمان توجه فريقنا لهونيك، كان في زياره للعائلات اللي تضررت باماكن تواجدها، وكمان كان في تقديم سلال غذائيه وسلال صحيه وسلال اغاثيه للعائلات المتضرره من الحرائق. طبعا استمرينا لحد ما للاسف صار
يعني التفسير الغادر بالكلية الحربية، ساهمنا بزيارة بيوت الجرحى والشهداء العسكريين بكل المحافظات السورية. كنا معهم طبعا الجرح كبير، ونحن دائما بنقول شو ما كنا عم نقدم عم يكون قليل، وشو ما قدمنا ما بيعادل شيء من الشيء اللي هن قدموه والجرح الكبير اللي هن مجروحين فيه. فكنا معهم موجودين معهم، شو نقدر نقدم لهم من مشاريعنا من الشيء اللي نحن عم نقدمه حاليا، فهذا كان شرف كبير لنا مع الوجع اللي كان موجود. اكيد. يعني لبنى عم تحكي انت بوجع، العمل الانساني اساسه هو كميه هاي المشاعر الإنسانية الموجودة عند كل شخص. صحيح. كمان عم نشوف نحن صور من مبادراتكم اليوم، الأنشطة يلي صارت مع عندكم بال 2023 أخذينا معكم على 24 هي نفسها؟ هلا نشاطاتنا الدائمة أكيد أخذينا، إن شاء الله ما بناخذ الشيء الطارئ وما بيتكرر أي شيء بيزعل يزيد الوجع على البلد. نشاطاتنا مستمرة، والخطة إن شاء الله إذا ما صار أي شيء طارئ نتوجه للعمل التنموي. نحن في عنا كان مشروع بداية هو مشاريع صغيرة متناهية الصغر نقدمها للناس يلي هي ضررت من الحرب، لتحولي هذا الشخص من شخص له حالة معينة لشخص معين لأسرته يقدر هو ينتج. هذا الحمد المشروع عم نحاول نكمل فيه هلا بال 2024، هو مشروع تنموي يعني، لأنه هذا الشيء بيرجع بشكل إيجابي على الشخص نفسه، وهذا الشيء رح يرجع بشكل إيجابي على البلد، إنه هذا الشخص يكون معين لعائلته وللمجتمع اللي هو فيه. فمشاريعنا مكملين فيها، وأكيد الناس اللي وقفنا معهم كل 12 سنة ما رح نقدر نتخلى عنهم هلا، وإن شاء الله ما بيصير أي شيء طارئ يضطرنا إنه نزيد الوجع. يعني معروف عن مؤسستكم دائما في امور جديده، في مشاريع جديده عم تكون على ارض الواقع، دائما عم تكون موجودين بكل حدث بكل مناسبه، مؤخرا راس السنه واعياد الميلاد. خبرينا شو الجديد يلي قدمتوه بهي المناسبات. هلا نحن دائما بعيد الميلاد بنتوجه للاطفال مثل كل سنة، فهدايا الميلاد بيضل هيك له رمزية خصوصي، انه يحس هذا الطفل بهي الفرحة خاصة مع الوضع اللي نحن عم نمرق فيه. فمثل العادة زيارتنا بتكون لدور الأيتام لتقديم الهدايا لهم ولنكون معهم ولنحتفل معهم، فهذا شيء دائم يعني كل بالأعياد كلها، ومؤخرا كانت مثل ما تفضلتي حضرتك بعيد الميلاد. كمان لبنى خلينا نفرض هيك مساحة من فقرتنا لنحكي فيها عن موضوع جدا مهم صار السنة الماضية، هو التفجير الغادر يلي صار على الكلية الحربية بحمص. صار في لكم زيارات لأسر الشهداء وأسر الجرحى، خلينا نحكي عن هذا. هلا بالبدايه من وقت اللي تم الاعلان عن هذا هي الكارثه خلينا نقول، توجهنا لزياره هدول بيوت هدول يعني الاشخاص يلي ضحوا بحياتهم او اللي ضحوا مثل ما بيقول بقطعه من جسمهم كرمال الشيء اللي صار. توجهنا لبيوتهم بكل المحافظات السوريه، كان في تعاون مع مكتب شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين لتزويدنا بالقوائم. رحنا توزعنا على المحافظات، زرناهم ببيوتهم. يعني ما بتتخيلي حجم الوجع اللي نحن يعني قد ما وصفنا شو شفنا رح يضل قليل من الشيء اللي نحن شفناه. يعني انت فاتي على بيت عنده شهيد بتتفاجئي بتلاقي الاولاد الثلاثه شهداء والزوج شهيد، يعني ما في بيت فتنا الا في اكثر من مصيبه على نفس العائله. يعني في عيال فتنا نحن ما ضل فيها غير شخص واحد، المرافقين العمه الخاله، فالوجع كبير والجرح كبير. حتى بس الحلو كان الجرحى يلي عندهم هذا انه انا يلا بدي اخلص هاي الفتره وراجع داوم. يعني نحن دائما عم نحاول شو ما قدمنا رح يكون قليل، بس وقوفنا معهم وجودك جنبهم وش لوش عندهم. صحيح. بالبيت عم يحاول شوي يعطيهم هيك دفعه صغيره ودفعه لنا بصراحه. يعني نحن كمان كنا عقد موجوعين بحاجه، لانه لما تشاركي بالوجع بيحملوه اثنين بيكون اخف. اكيد. يعطيكم الف عافيه. الله وشكرا لكم لدعمكم، لانه هم فعلا من اكثر الناس اللي بحاجه اليوم لا دعم. خلينا لبنى نقول اسم سوريا بتجمعنا اليوم مرتبط بتصميم ثقافة العمل التطوعي، اليوم شو المسؤولية اللي بيحملكم يا هيدا الرصيد؟ هلا العمل التطوعي هو دائما بحد ذاته تربية ذاتية ومسؤولية.
كلمة الشخص المتطوع اللي هو رايح يعطي من وقته ليساعد الناس بدون أي مقابل، هذا الشخص يلي مستعد، في ناس لو كانت موجودة لمدة نص ساعة تقدر تشيل للناس اللي هي موجودة بهذا البلد واللي هي بحاجته. التطوع بشكل عام هو دائما بنقول الشعب السوري متطوع بالفطرة، شو ما كان عم يصير عم يساهم ويساعد، بيكون بدون ما يكون موجود منتسب لجمعية أو لمؤسسة، هو بطبيعته هذا الشيء شفناه بالزلزال وبالحرائق. ولمسناه نحن كمؤسسة من الناس اللي صارت تتواصل معنا انه وين انتم موجودين لنقدر نجي نساعدكم لنقدر نكون معكم. التطوع هو هذا الشاب او الصبية اللي عم يكونوا عم يتطوعوا، هذا الشيء عم يرجع عليهم اول شيء بالدرجة الشخصية كشيء ايجابي، دعم ومسؤولية وتربية ذاتية للروح، وبنفس الوقت عم يرجع على البلد وعلى المجتمع وعلى الناس اللي حواليهم وللناس اللي هن عم يساعدوهم، لانه الرد الايجابي عم يكون على الطرفين. يعني اليوم كمان مو بس انتوا عم تحمسوا العالم لحتى كمان هي تشارك بالعمل التطوعي ويصير في عندها مبادرات، يعني أكيد. التشجيع كثير حلو. طب من خلال هي المبادرات ومن خلال انتوا عم تتنقلوا من مكان لمكان اكيد في عندكم تحديات وصعوبات وممكن هيك شوي ما يعني ردة فعل العالم او التفاعل ممكن يكون كمان غريب شوي ثاني، خلينا نحكي عن هي الاشياء. هلا الصعوبات والتحديات موجوده دائما والتعب موجود دائما، بس نحن دائما بنقول هذا التعب الحلو نحن بنسميه، يعني قد ما كنتي عم تتعبي عم تلاقي نتيجه. هلا الناس بهذا الظرف بالذات هي بحاجه لاي شيء يكون سند لها، ف يعني نحن التحديات اللي عم نواجهها غير تحديات الناس، تحديات الوضع الموجود، الوضع الاقتصادي، تحديات العقوبات اللي علينا ما عم تخلينا نمارس عملنا بالشكل الامثل، وما عم تحاول يعني عم نحاول نوصل لكل العالم بالطريقه اللي بنقدر عليها، هذا الشيء ما عم يخلينا نعمل اللي نحن بدنا اياه. يعني مثل ما كنا حاطين بال 2023 نمشي بخطه تنمويه، الاحداث اللي صارت ما قدرت تخلينا نكمل. بالمقابل هي الناس اللي نحن عم نكون معها، هي في ناس جرحها كبير بدك تحاولي قدر الامكان تسمعيها وتستوعبيها، ولانه بضل يعني هن الوجع الاكبر. وبالنسبه للناس المتطوعين اللي عم يجوا عم يكونوا معنا، هلا الحمد لله هلا ما واجهنا اي صعوبه بانه حدا او شيء سلبي بحدا مثلا حابب يتطوع او لا، هي بالعكس، لانه او اي حدا عم يجي على هذا البيت على بيتنا مؤسسة سوريا بتجمعنا عم يحس حاله من اهل البيت وعم يتصرف كعائلة، فهي دائما الرد بتجي يعني على الناس المستفيدين يلي نحن عم نساعدهم وعلى جو العائلة بالذات وبالنهاية على المجتمع اللي نحن عايشين. تمام لبنى، ولما نقول مؤسسة سوريا تجمعنا لابد انه نذكر مشروع الدوائي المجاني، هل هو بعده موجود ضمن المؤسسة؟ لساته موجود بدمشق وفي دمشق ام رح تتوسع بالمحافظات اكثر؟ هل هو عم تقدروا تأمنوا الأدوية المزمنة للأمراض المزمنة كافية بشكل مجاني؟ خلينا نوضح أكثر. هلا هي أحد الصعوبات يلي سألتيني عن حضرتك. هلا نحن دوائي دائما كانت الفكره لا نطلع اكثر من دمشق وريف دمشق، وهلا مع غلاء الاسعار الادويه وصعوبه تامينها نحن لا اكيد ما وقفنا، بس نحن بنحاول نرجع شوي نعمل دراسه لنحاول نقدر نصير ناخذ الناس اللي هي اكثر حاجه، لانه الهدف كان بالاساس نوصل للكل، بس كونه هي الصعوبات عم نواجهها فعم نعيد دراسه لحتى الاولويه تكون للناس الاكثر حاجه، للعائلات الفاقده، للمعين، يعني المرضى اللي بيعانوا من الأمراض المزمنة اللي بغطيها مشروع دوائي. ولكن المشروع ما وقف، لساته موجود، وحاليا عم نجدد البطاقات اللي انتهت السنة الماضية، ولا أكيد مكملين فيه، وإن شاء الله يعني نأمل أنه يعني نطمح أنه نغطي أكبر عدد من المرضى اللي هنا بحاجة فعلا لهذا الموضوع، هذا ما في الواحد يقدر يوقفه. أكيد. أكيد يعني لبنى سوريا بتجمعنا اليوم صار عمرها 12 سنة، يعني تقريبا من بداية الأزمة، تذكري أول مبادرات لكم كيف كانت وشوي شوي لحتى تطور شغلكم وتوسع أكثر ضمن المحافظات؟ هلا بالبدايه اكيد كل شيء كان له صعوبه، صعوبه الداتا اللي انت بدك تجيبيها لتقدري تغطي، صعوبه رده فعل الناس انه هي العائله تغطيت هي العائله ما تغطيت. هلا عم حاول نسيكي صعوبه الحصول على الادويه وهي القصص، لانه هذا العائله الصعوبه هي الازمه الاكبر. لا هلا صعوبات يعني من اول ما بلشنا الصعوبات هي بس انه انت عملك كان عم يتنظم كل سنه عن سنه، هي الصعوبات موجوده يا بتزيد يا بتقل حسب
الوضع العام، ولكن بس الهدف انه انت بتكوني راسمه لشيء، الوضع اللي حوالينا بخليك توقفي، بصير مو نوقف. نحن الحمد لله ما لغينا ولا مشروع، ما وقفنا ولا مشروع، بس بتعيدي دراسه انه لوين بدي اتوجه، شو الناس اللي هي اكثر بحاجه للادويه، شو الناس اللي اكثر بحاجه للسلل الغذائيه، عائلات الشهداء والجرحى والمفقودين. هي هذا الشيء اللي نحن بس عم نعاني منه، انه كل ما زاد الوضع الاقتصادي صعوبه، كل ما نحن عدتي دراسه الشيء اللي انت عم تشتغلي فيه. ولكن الشيء الحلو انه انت كل ما كبرتي سنه عن سنه الشغل عم يتنظم، الشغل عم يمشي بطريقه، كيف التحضير، كيف الجهه، الناس اللي بدنا نوصلها، شو نتيجه الشيء اللي عملناه، الايجابيات والسلبيات اللي عم تواجهنا، هذا الشيء دائم عم نشتغل عليه. تمام، طب خلينا نتعرف اكثر على فريق العمل ضمن مؤسسه سوريا بتجمعنا. يعني نحن اي اختصاصات قادرين نستقبلها اليوم ضمن المؤسسه؟ عم نحكي عن شيء طبي ودوائي، هل لازم يكون في اطباء ام لا؟ اي شخص اليوم حابب يتطوع او يدخل العمل التطوعي هو قادر انه يدخل المؤسسه؟ هلا اي شخص حابب، اكيد باب المؤسسه مفتوح للكل بكل الاختصاصات، لانه مثل ما حكينا نحن عائله. هلا في عندنا من ضمن المتطوعين المؤسسه في دكاتره وفي صيادله وفي مهندسين، فموجودين عم يساعدونا وقت يكون في دوائي، وقت يكون في شيء له علاقه بامور الاتش ار، وقت يكون في له علاقه بشيء تصميم. فالشخص اللي موجود وعنده هي الخبره اكيد عم يطالعها وعم يستفيد منها. ولكن كاختصاصات لا، نحن اي حدا بيفوت على المؤسسه هو بيكون يعني بالعكس شيء غني للمؤسسه، عم يزيد من غنى المؤسسه. طيب شو الاختصاصات المحدده لحتى انا مثلا شو لازم يكون اختصاصي لحتى انا بدي انضم لعائله سوريا بتجمعنا او صير من هذا الفريق؟ لازم يكون في اختصاص محدد او حتى عمر محدد؟ انا ممكن في سن فوق 18 بس. بس بس يعني لانه تحت 18 بدك لهي عن دراسته، بده يكون صحيح مشغول بالعمل التطوعي. ولكن نحن بس انه فوق 18 ليكون كمل عمل. ما في، نحن يعني نحن ما بنطلب اختصاصات كمؤسسه، بس كونه نحن يعني المتطوعين الموجودين عندنا بنستفيد من اختصاصاتهم. اي حدا بيجي مثل ما خبرت حضرتك بيغني المؤسسه شو ما كان اختصاصه، لانه انت بالنهايه عم يكون عندك شيء اختصاص بشيء معين، وعم يكون عندك عمل على الارض. صحيح، فالكل مرحب فيه باي وقت وبحاجه الكل اكيد. تمام، خلينا نحكي عن اهميه التنسيق والتشبيك اليوم مع جهات حكوميه او خاصه لحتى تنفذوا مشاريعكم اكثر. اليوم بنحكي عن اهل الخير واصحاب الايادي البيضاء، عم يكون في دعم لكم ضمن المؤسسه؟ هلا نحن بالاساس دعم مؤسسه سوريا بتجمعنا تمويل خارجي وذاتي عن طريق اصدقاء المؤسسه، سواء خارج سوريا او داخل سوريا. هلا يعني حضرتك سالتيني انه اذا في تنسيق او شيء، هلا نحن تنسيق هو اساس عملنا، سواء مع الجهات الحكوميه، مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، مع المحافظه، ومع المنظمات غير الحكوميه الثانيه، لانه هذا الشيء بيشكل عندك قاعده بيانات كبيره تقدري توصلي فيها لكل الناس. ممكن انا داتا ما عندي اياها، مؤسسه ثانيه عندها اياها، اتشارك انا وياها لحتى نقدر نوصل لكل الناس الموجودين. والجهات الحكوميه مثل ما حكينا، سواء وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، المديريه، مكتب شؤون الشهداء، المحافظه، طبعا اكيد عم يكونوا معنا يعني فورا وايد بايد، وعم يساعدونا لحتى نوصل الخدمات اللي نحن حابين نوصلها لكل الناس. خلينا نرجع نستذكر المشاريع او المبادرات يلي هلا عم تخططوا لها كبدايه لل 2024، في شيء جديد؟ في شيء راح منكم وعم ترجعوا هلا بدكم ترجعوا تعيشوا من اول وجديد؟ هلا مبادراتنا نحن بنشتغل مثل ما بيقولوا المشاريع بتكون وليدة اللحظة. مشاريعنا الدائمة موجودة اللي حكينا فيها، الدوائي، التنفس، على امتداد الوطن، الشباب، نبض الوطن، هي الحقائب المدرسية والقرطاسية والسلال الغذائية والمواد الغذائية، هذا كلها هي مستمرة وموجودة، ويعني ما بنقدر نوقفها أساسا لأنه هي عماد عملنا. في شيء نضاف على الطوارئ؟ هلا مشروع بداية، هذا اللي حكيت فيه إنه المشاريع المتناهية الصغيرة والمتناهية الصغر، هذا لأنه خطتنا بال 2024 نتوجه نحو التنموي، فإن شاء الله رح نركز عليه. كان بلشنا فيه بال 2023 على قدرنا على أصحاب اللي عندهم اللي بيعملوا خبز التنور على الطريق، قدرنا عليهم وساهمنا بمساعدتهم بمادة الطحين. حلو، كبداية لمشروع. وهلأ إن شاء الله بال 2024 رح نكمل، ومثل ما حكيت المشاريع الوليدة اللحظة
يلي ان شاء الله ما بنوقع باي شيء اضطراري خلينا نشتغل عليه. ويمكن خلال حديثنا معك ذكرتي انه لازم اليوم يكون في داتا معينه لحتى نقدر نشتغل عليها وننفذ مشاريعنا. تمام، خلينا نوضح عن اليه العمل اليوم ضمن المؤسسه، كيف بتخططوا لاي فعاليه او اي مبادره اليوم انتم عم تطلقوها؟ يعني كيف بتيجي الفكره انه اي اسره اي محافظه اي ضيعه ممكن تتوجهوا الى؟ خلينا هيك نكون اكثر باجواء المؤسسه. هلا نحن عندنا فريق افرع غير مشهره باللاذقيه وبحلب وبحمص وبدير الزور، وان شاء الله قريبا رح نفتتح باقي المحافظات. صار في فريق هونيك، هو هذا الفريق على الارض هو بيدرس الحاجه، بيشوف وين في مكان معين لازم نتوجه له حسب حاجه الشارع. بده يكون في القوائم، ممكن تجي من المحافظه، ممكن تجي من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، مديريه مكتب شهداء الجرحى والمفقودين. هلا احنا باب المؤسسه مفتوح لاي حدا، في ناس عم تجي تطلب مساعده، بنسجل هي الداتا عشان وقت يكون في مجال نرجع نتواصل معهم ونساعدهم. التنسيق والتشبيك، بس تجي القوائم بنتواصل نحن معهم، بناخذ المعلومات منهم، بصير في دراسه وبنرجع نتواصل معهم لنشوف ممكن يكون اغلبيتها زيارات لعندهم للتقديم، ممكن يكون في فعاليات تكون عندنا بالمؤسسه حسب بيوت الناس الموجوده، ممكن نزور بدور ايتام بدار المسنين، هي دائما هي المشاريع موجوده. وهلا حاليا عم نقدم، بلشنا بال 2023 وهلا مكملين فيها جواكيت شتويه للاطفال بدور الايتام والمسنين وبالمحافظات. طيب عدد المتطوعين لبنى اليوم بكفي لحتى تقول سوريا بتجمعنا؟ هي معنا بحاجه لاضافه اعداد ثانيه؟ هلا لا، نحن دائما بحاجه اضافه اعداد. هلا نحن العدد هلا منيح ولا في نقص؟ لا هلا نحن تقريبا نحن فوق ال 200 متطوع متوزعين بالمحافظات. 200 متطوع. 200 ان شاء الله بصيروا ان شاء الله يا رب. ودائما انت دائما بحاجه، ليش؟ لانه كله عم ينظم حسب وقته. يعني انا اليوم بقدر انزل، بجوز بكره ما اقدر انزل، فمشان هيك انت دائما بحاجه. اي كل ما كبر العدد هذا الشيء يعني منيح للمؤسسه ومنيح لهدول المتطوعين، لانه كله عم ينسق حسب وقته يقدر يكون معنا. اكيد. بالختام لبنى بنشكرك كثير ونوجه تحيه لكل كادر مؤسسه سوريا بجمعنا، واكيد كل شخص اليوم عم يعمل خير رغم كل الظروف والامكانيات الصعبه. اهلا وسهلا فيكي. شكر لكم، وانتم شركائنا بهذا العطاء ان شاء الله الخير. يعني هلا عم تسمعي علينا نجي نصير من افراد سوريا بتجمعنا. اكيد لنا شرف أكيد. واكيد ان شاء الله هيك مثل ما قلت لك بصيروا 2000 وزياده من النجاح والتالق لكم، وهيك يعني شكرا كثير لجهودكم الموصوله. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا. نحن مكملين بمشوارنا الصباحي، رح ننتقل إلى المركز الثقافي العربي بالميدان، حيث قدمت جمعية أصدقاء دمشق محاضرة بعنوان الرباعيات بين الخيام ورامي للباحث غسان شاهين، ورافقه عزفا على العود الفنان جورج خوري. أكيد مشاهدين عن تابع مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي مع زميلتنا رشا خضور. في السحر نادى من الغيب، هم فاخ البشر هم له كاس المنى، هم له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كفو القرار. نحن اليوم بدنا نسلط الضوء على شخصية تاريخية هامة جدا، هي عمر الخيام. نحن نقرأ عمر الخيام من خلال الرباعيات التي أدتها وغنتها السيدة أم كلثوم، لكن بالواقع عمر الخيام كتب 168 رباعية، اختارت منها أم كلثوم 15 رباعية فقط غنتها، أما الباقي فبعده طي الكتمان، ما حدا بيعرف عنه شيء. باقي الرباعيات هي التي تعكس شخصية عمر الخيام، من خلالها نقرأ فكره، نقرأ تصوفه، نقرأ إيمانه، نقرأ لقاءه بالحب، نقرأ لقاءه بالله. فما سنقوم به هلأ حاليا هو تسليط الضوء على شخصية عمر الخيام. عمر الخيام هو ثقافة الشرق، ثقافة سورية والإيرانية، ثقافة فارسية، يعني امتداده. نحن حتى في فنانين تشكيليين بسوريا رسموا من وحي شعر عمر الخيام، حتى في فنانين كمان ايرانيين، هو مو بس
في له أشعار كان موحي للشعر والموسيقى والطرب. الأستاذ غسان هو هي ملعبه الموسيقى والطرب والشعر. أنا حتكون هاي الأمسية مو بس ثقافية، حتكون ممتعة لأنه فيها طرب وفيها موسيقى وفيها شعر. اخترنا أنه يكون في عنا شيء هيك اليوم، شيء فن مع أدب مع طرب، لنرجع شوي لروحنا ونرجع شوي للمحبة وللقلب. فهي هي كانت الخيارات اللي اليوم نحن عملناها، هيدي من باب الموضوع الثقافي، خلينا نقول الفني، من باب التراث، فكله هيدا بيلحق بعضه. كلنا بنعرف عمر الخيام بالرباعيات اللي غنتها أم كلثوم، لكن يبدو أنه هناك الكثير من الرباعيات نحن ما بنعرفها اللي هي فعلا بتعكس فكر الخيام الحقيقي. اليوم رح يكون إطلالة لنتعرف على هدول الرباعيات اللي يمكن قلة من الناس اللي بتعرفهم، ورح نسمعهم كمان عزف على العود. فكتير متحمسة لهالأمسية وبتمنى أنه الكل يكون سعيد فيها. لا تشغلي البال بمرضي الزمان، لا تشغلي البال بمرضي الزمان ولا بيات العيش قبل الأوان، وابنا من الحاضر إلى ذاته، فليس في طبع الليالي الأمان. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وانتقلنا لفقرتنا الأخيرة ورح فيها اليوم بشكل موسع أكثر عن الأيقونة البيزنطية يلي شكلت عبر تاريخها فعل إيماني جمع بين الفن والروحانيات يلي بتعبر عن مشاهد من الإنجيل المقدس وفي سوريا. كمان شكلت كتابة الأيقونة حالة من التميز والإبداع بكتاباتها من الفنانين والمختصين. وأكيد شهد الشهر الأخير من عام 2023 إطلاق معرض الأيقونة البيزنطية الأول بكلية اللاهوت في كاتدرائية سيدة النياح بحارة الزيتون وجاليري زوايا، اللي ضم نتاجات الطلاب اللي اتبعوا دورة كتابة الأيقونة البيزنطية في دمشق. أكيد مشاهدينا لنحكي بشكل موسع عن هذا المشروع، عن مراحل الإعداد له. بيسعدنا وبيشرفنا أنه يكون معنا لليوم الأب يوحنا بطرس، منسق مشروع كتابة الأيقونة البيزنطية في دمشق. يسعد صباحك أبونا. صباح أهلا وسهلا خير. فيك. أهلا وسهلا. صباح النور. صباحك. شكرا كثير على الاستضافة بداية، وصباح النور. خلينا بالبداية نحكي عن هذا المشروع يلي كله إبداع وكله تميز، وكمان صار في دورات لتعليم الأيقونة البيزنطية. خلينا نحكي عن مشروع الأيقونة البيزنطية. حقيقة مشروع الأيقونة البيزنطية ولد كفكرة برعاية غبطة السيد البطريرك يوسف العبسي يلي هي ركن وعمود من أعمدة الإيمان المسيحي مع الكلية اللاهوت والترتيل والأيقونة. عراب المشروع هو الأرشمندريت شحادة، الدكتور شحادة عبود، هو اللي خلى هالمشروع يبصر النور بالتعاون مع منظمة هوب الإنسانية والسيد سمعان داود أكيد ومقاطعة بيومنتي. هالمشروع هو دعوة من ربنا، كان عم ينطرح بإيمان وثقة كبيرة إنه من للشبيبة إنه ممكن يكون في عدد يتابع ويلتزم بهيدا المشروع، كونه هو أول مشروع ممكن كان بسوريا كدورة أكاديمية لتعليم كتابة الأيقونة البيزنطية لاهوتيا ونظريا وعمليا. وحقيقة ربنا أرسل 45 شاب وصبية من مختلف الأعمار ومختلف الكنائس لا يلتزموا بهيدا المشروع. كان عندنا أشخاص طلاب من صف سادس، طالبة صف سادس من عمر 13 سنة إلى ما فوق 70 سنة وباختصاصات مختلفة. كان في طلاب طب وصيدلة، هندسات، عمارة ومدنية، طلاب فنون جميلة أكيد كليروس، وطلاب من كلية اللاهوت. فنشكر ربنا على هالمشروع الأول اللي بيعتبر على مدى 6 أشهر
بداية يمكن انطلق كقسمين فينا نحكي شوي عنهم يمكن أكثر كنظري. القسم النظري كان في أونلاين دروس أونلاين مع دكتور مختص من روما دكتور رند أبو عقل يلي حكى عن تاريخية الأيقونة وميزة الأيقونة السورية تحديداً المدارس الأيقونة ووقفنا كنت مطولة عند المدرسة السورية المدرسة الأيقونة الحلبية والدمشقية الأورشليمية كان في قاعدة كتير مهمة للطلاب ليفرقوا وبلشوا يدخلوا أكثر بلاهوت الأيقونة وتفريقها عن الصورة وكملنا مع أبونا الأرشمندريت دكتور نعمان الرويق بالأيقونة الروسية ولاهوت الأيقونة بعدين كان في القسم العملي مع الآباء مع دكتور ثوفيلوس أبونا ثوفيلوس ليوس يلي أعطى الأيقونة البيزنطية الطبيعية والأستاذ رامي الأشهب مع الأيقونة الإكليريك هيدي هيك نظرة لمحة سريعة تمام. عن المشروع أبونا يعني قلنا أنه هو أول مشروع عم نحكي عن مشروع كتابة الأيقونة البيزنطية يمكن كثير من الأشخاص اللي عم يتابعونا يستغربوا من المشروع من فكرته خلينا نوضح للمشاهدين لكل حدا عم يتابعنا نحن شو بنقصد بالأيقونة خلينا نوضح شروط كتابتها والمفهوم الإيماني كمان للأيقونة نعم نحن كثير مصرين على مفهوم كتابة الأيقونة هي ليست صورة أو رسم أو فن تشكيلي في كثير فروقات أكيد بتقوم عليها الأيقونة في مقاسات وأبعاد محددة في لاهوت وراء كتابة كل خط وراء كل لون في هي مدرسة للصلاة ومدرسة إيمانية الأيقونة وهي أساسا من التراث من سوريا هي المنبع إن كان كلحن بيزنطي إلهم القديسين أرض القداسة هون باللحن والفكر واللاهوت وأيضا بالأيقونة السورية لأنه المدافع الأول والأكبر عن موضوع الأيقونة السورية هو القديس يوحنا الدمشقي اللي هو من دمشق يلي أسس ودافع عن موضوع الأيقونة إيمانيا ولاهوتيا في كتير فروقات كمان عم تنحكى كانت وتدرس منا مثلا انه بتفرق عن الفن التشكيلي في هي بعدين البعد الثالث هو الناظر المؤمن وكانه الايقونه بتسحب وبتدخل الشخص المؤمن الى القلب الايقونه وبتفتح لعالم الملكوت لعالم السماء النور ليس نور خارجي معطى من الخارج ما عندنا زاويه للنور نور بشع ضمن الايقونه يمكن اذا معنا شويه وقت فينا نستفيد شوي بالايقونه طبعاً. بالالوان الطبيعيه لندخل شوي بتقنيه الايقونه كمان يلي تعلموها الطلاب وهي طبعا بمستويات رح تكون تعليم كتابه الايقونه عم نحكي على كتابه لانه هي خلق عمليه ولاده بتدخل بمخاض من اختيار الخشب لازم يكون خشب طبيعي مو مصنع لانه بناخذ خشب من السرو من السنديان الجوز الزان بمقاسات محدده سماكات محدده وبينشغل على هيدا الخشب كل الشغل على الايقونه بيكون ضمن جو من الصلاه الترتيل المزامير والمعرفه اللاهوتيه المهمه قبل ما نشتغل اي ايقونه بتتحضر الخشبه بمراحل تحضير طويله بدها صبر بدها عنايه بدها حب كبير على 7 طبقات شغل مع حف لتصير ناعمة كالزجاج بيدخل فيها دائما مواد طبيعية غير الأرانب مستخرج من الأرانب القماش طبقة القماش بتكون من الحرير طبيعي أو القطن ما في أي مواد صناعية أبدا لأنه لنقول أنه الطبيعة كلها عم بتمجد الخالق مع رأس المخلوقات اللي هن هو الإنسان بيشتركوا بصناعة هيدي الأيقونة لتمجد الخالق بعد تحضير الخشبة عنا ب7 طبقات كمان إلى دلالة لاهوتية كان مساء وصباح كيوم أول يوم ثاني ثالث كخلق عم نعمل خلق بهالأيقونة بنرجع بنحط البنية الهندسية للأيقونة يلي هي كمان محددة بأبعادها في البنية بشكل الصليب البنية بشكل الشبكة المثلث المتساوي الأضلاع الدوائر الثلاثية المتحدة المركز كل خط كل انحناء إلى دلالة لاهوتية إلى قواعد محددة وليست عبثية وكيفية يعني بعد ما نحط البنية الهندسية للأيقونة بناء على الحدث أو الشخصية وقتها منبلش ننزل الخطوط الأساسية مع الألوان يلي هي مستخرجة من الطبيعة من الصدف أو المحار النباتات أو حتى من حيوانات وأشجار وصخور كلها مواد طبيعية هون لقينا شوية صعوبة إنه مفقودة هيدي المواد ونشكر ربنا تأمنت لإلنا بدعم مهم لنقول إنه الأيقونة هي الطبيعة
المخلوقة كل الطبيعة مع الإنسان اللي هو رأس هيدي وإكليل هيدي الخليقة عم بيمجدوا ويقدموا صلاة لله الخالق. هيدي هيك المراحل باختصار. ذكرت أبونا حضرتك أنه الأيقونة أوقات بترتبط بالحدث، ممكن توضيح؟ الأيقونة هي إنجيل مكتوب بالألوان بدون ما تحكي أي كلمة. الأيقونة باللون بالإنحناء هي صلاة، كل لون له رمزيته ودلالته اللاهوتية وتعليم. هي مدرسة تعليم عقائد إيمانية مسيحية. مثلا السيدة العذراء، النجوم الثلاث على الكتف والرأس، على الكتفين والرأس، دلالة أنه العذراء دائمة البتولية. حدث الميلاد مثلا، الحركة الدائرية اللي بتدل على الحياة الأبدية اللي ما بتنتهي، واللي بيدخل الإنسان المؤمن عن طريقة لقلب هيدا الحدث. فإذا هذا الشيء كمان اللي كان من أهداف وحلم صاحب الغطة، أنه أعمدة هالإيمان المسيحي من خلال الفكر والكلمة يلي هي كلية اللاهوت. كمان بشكر كتير كبير للسيد الرئيس بالمرسوم يلي أعطاه، وللسيدة الأولى بالعناية الدائمة والمحبة والرعاية. تم كلية اللاهوت كفكر، ولاهوت الإيمان المسيحي اللي بده يعرف أكثر ويتعمق وتنشئة لاهوتية، واللحن والنغم بالصلاة من خلال مدرسة الموسيقى البيزنطية البسلطيكا. وأجت المدرسة الثالثة أو الأخت الصغرى اللي هي مدرسة الإيكونوغرافيا، كتابة الأيقونة البيزنطية لتكمل هالمثلث يلي بيشهد للإيمان أكثر وبيتناغموا مع بعض. يعني ما فينا نكتب أيقونة دون ما نعرف الحدث الإنجيلي اللاهوت اللي وراه، دون ما نكون بحالة صلاة وترتيل. في تكامل بين الثلاثة، بين الكلمة واللحن والصورة. أكيد. وعم تابع عبر الشاشة التحضيرات للمشروع اللي كانت، وحضرتك اليوم أبونا منسق لمشروع كتابة الأيقونة البيزنطية. خلينا نوضح أكثر ونحكي عن أجواء التحضيرات، كيف كانت، كيف كان التنسيق، هل كان في تشبيك من قبل جهات معينة؟ خلينا نوضح أكثر الموضوع. بالنسبة لهيدا المشروع حقيقة أنا هون كشاهد رجاء وفرح كبير على دعوة ربنا بهالوقت الصعب. بوقت يمكن في كتير ظروف صعبة، كان في شباب وصبايا من أعمار مختلفة وبالتزام. عم نحكي وصلنا أحيانا يوميا نقعد 5 ساعات 6 ساعات، مدة 6 ساعات يوميا، ونحن عم نشتغل بالأيقونة. في جهد كتير جبار، في التزام كتير حقيقي، في فرح. صار في عنا عيلة حقيقة، هودي الطلاب هالمجموعة أصبحت عائلة. كمان أنا بوجه لهم تحية وبشكرهم، بشكر كمان أهاليهم وعائلاتهم اللي وراهم يلي دعموا وكانوا حاضرين وملتزمين. فكان ربك يعني شهادتي بهالمشروع، كنا محمولين حقيقة بفرح وبحب. كل شيء كان ربنا عم بيخططه بعناية كتير كبيرة وعم يتقدم لنا. حتى قبل ما نسأل نحن بحالنا في مين وثق فينا، حكينا عن الجهات يلي ساعدت، منظمة هوب الإنسانية، بيومينتي، أبونا شحادة، الأساتذة يلي عطوا من قلبهم وعطوا من وقتهم، حتى الإعلام يلي غطى بتشجيع وبفرح كتير كبير. يعني الإعلام السوري كمان شكرا للقناة الإخبارية وأكثر من جهة إعلامية سورية غطت الحدث، الجرايد المكتوبة والمسموعة، الإذاعات. حسينا حقيقة بفرح بحب، إحاطة رائعة. كان نتاج المعرض 116 أيقونة، فهو نتاج ضخم يعتبر، بطلاب لأول مرة عم يشتغلوا. في طلاب حتى شهدنا أنه أول مرة بيمسكوا الريشة. يعني هي القصة مو أنه أنا بعرف برسم بيجي برسم، هو حقيقة دعوة وتعمق أكثر بالإيمان وصلة. فكنا وقتا نمزج الألوان، يكون في صلوات عم تقال، في طلبات، في أمنيات لسلام بهذا المكان وهالمكان وهالبلد. بيستحق العيش وبيقدر دائما، كان ولا زال ورح يضل هو منارة، وبيقدر يعطي ويشهد لإيمانه بحب كبير ورجاء كبير. كان في فرح كتير كبير بهالمشروع، 6 شهور ما حسينا فيهم أبدا، مع أنه في ضغط كتير كبير، في التزام كتير كبير، بس كان في حب وفي رجاء
أكبر بكثير. يعني 6 شهور أكيد كانت النتائج جدا مذهلة، وكمية من الإبداع موجودة من خلال الأيقونات يلي عم نتابعها. أبونا اليوم أكيد تعددت موضوعات الأيقونات وتعددت الأحداث وكانت كثيرة، ممكن يكون تقييم ل 160 أيقونة 116 أيقونة، كان تقييم متوازي ولا كيف كان تقييمكم بشكل عام يعني على الأيقونات؟ كأول دورة لكتابة الأيقونة البيزنطية هي بحاجة لمستويات أكيد أكثر، والأيقونة هي ما بتنتهي ولا ممكن حدا يتملكها. نحن بنقول أنه نحن بنحاول نكتب الأيقونة، ولكن بالحقيقة هي الأيقونة بتنعكس علينا وبتكتبنا نحن، يعني قد ما بنفوت فيها هي بتكشف لنا حقيقتنا أكثر. وما في تقييم كدرجات مثلا، ولكن الكل كان عنده حط من روحه من كل شيء بيقدر عليه، من الوقت، من الصلاة اللي هو بيقدر يقولها. وبالفعل منلاقي مثلا أيقونات مختلفة، ما كان في للسيد المسيح، للسيد العذراء، للقديسين، لملائكة، لأحداث من الإنجيل، كان في تنوع كتير كبير. هالشيء حقيقة فاجأ الكل. وكان حتى يمكن متوقعين انه 15 شخص نبلش معهم، انه اذا لقينا 15 شخص بيقدر بهالمده طويله يعطي وقت بفتره صيف بظروف صعبه عم نعيشها حقيقه. فحقيقه بدل ال 15 كان 43، وهلا في كمان اشخاص بعد المعرض والنتائج نشكر ربنا عليها، في اشخاص كثير عم تطلب انه تستمر هالايقونه. في عندنا قد هالطلاب اذا بدنا على مره كمان واكثر كمان بدهم يلتزموا فيها. حقيقه كان هو انا بسميه مشروع رجاء بهالايام اللي عم تكون شوي صعبه وثقيله علينا، عم نلون الظلمه، عم نشهد انه النور دائما بينتصر. تمام. أبونا عندي سؤال، ليش دائما بنقول كتابة الأيقونة بدل ما نقول رسم أيقونة؟ في فرق بالتسمية أو بالموضوع؟ أكيد في فرق. الكتابة لنقول ونأكد على أنه الأيقونة هي إنجيل مكتوب، عم نكتب نحن بالألوان الحقيقة الإيمانية اللي منآمن فيها، عم نخبر باللون عن الكلمة. فحتى حكينا أنه انحناءة الخط، انحناءة الوجه، عم نكتب مثلا بالمقاس، الوجه في مقاس محدد، الأنف له مقاس، 3 عيون لنقول أنه الله الثالوث نفخ في الإنسان الروح، الفم وقت ينكتب بمقاس عين واحدة بنقول أنه هو بحالة صوم، بحالة صمت للإذن، للإصغاء لكلمة الله، الوجنات اللي عند القديسين بحالة النسك. فإذا نحن عم نكتب الحقيقة بألوان، ونكتب حتى الحدث الإنجيلي، وهالشخصيات هي مدرسة لا تعليم، عشان هيك بنستخدم موضوع الكتابة. يعني فينا نقول ترجمة، لا نقول ترجمة، ترجمة إيمان، إيمان يعني إلهي وللروحانيات. نحن عم نترجم بصورة وبملامح وبألوان. فينا نحكي شوي عن الترتيب؟ أنا شفت كثير في تناسق بين الألوان، الأزرق مع البني مع الأخضر مدموجين ببعض. فينا هيك شوي نحكي شوي عن هاي الحالة؟ نحن عندنا بالأيقونة كل لون له دلالة ورمزية محددة، وفي أشياء ألوان ثابتة. هلا الألوان تستخرج حكينا كلها من مواد طبيعية، وفي حالة كمان من المزج، يعني طبعا. حتى ضمن مزج اللون ليطلع هيدا اللون بيكون في صلاة، في ترتيل، في طرق، في مقادير محددة متبعة. مثلا السيدة العذراء دائما بيكون اللباس الخارجي لإلها باللون الأحمر مع غطاء الرأس، واللباس الداخلي باللون الأزرق، أنه هي الأزرق للطبيعة الإنسانية، لبست الألوهة باللون الأحمر بولادتها للسيد المسيح. اللون الأخضر هو بيرمز للحياة الأبدية، للتجدد. اللون البني بيرمز للتراب، للإنسان الذي من التراب أخذ. اللون الأبيض للقيامة والنور. يعني هيدي الألوان إلى درجات محددة وأماكن محددة وقواعد محددة لهيك كتابته. تمام. أبونا خلينا نحكي عن أهمية هذا المشروع بسوريا، وبعد ما ذكرت حضرتك أنه المشروع حقق كثير من النجاح اليوم على أرض الواقع، هل ممكن نشوف بالأيام القادمة استكمال لهذا المشروع أو دورات تدريبية للشباب؟
حقيقة نشكر ربنا على النتائج الحلوة والمشجعة، كانت كتير في أمل كبير أنه شبابنا قادر، ونحن بإيد مؤمنة ملتزمة وسورية فينا نرمم جراحنا. عم تعرضنا للأسف لخراب وتدمير ونهب كتير لتراثنا المسيحي وكنائسنا بمعلولة، بنعرف كتير حجم الخراب، والأعداء دايما بيحاولوا يطمسوا هالتراث، يسرقوا هالكنوز التي لا تقدر بثمن ويخربوها. فنحن اليوم عم نقول بهيدا المشروع أنه نحن بسوريا قادرين نرجع نرمم كنائسنا، نرجع بصلاتنا وبإيماننا، نرجع نعيد القلق لأيقوناتنا، نرجع نشتغل بإيدنا. ما عنا بحاجة، يمكن بحاجة لتأسيس وتنشئة أكيد لناخذ هالخبرة ولا نفتح المجال، ولكن نحن قادرين قادرين نبني، قادرين. نحن عم نحارب مثل ما نقولوا الظلم، الظلام بالنور باللون، قادرين نعطي، قادرين نبقى ونكون موجودين ونعطي بكل حب وبكل صلة. عندنا شبيبة مختلفة وملتزمة وقادرة ترمم كل كسر وكل جرح. وهون ما ننسى أنه دمشق هي أيقونة، أيقونة الشرق، هي منا انطلق اللحن البيزنطي والأيقونة والفكر واللاهوت، الأيقونة الأنطاكية السورية، الأيقونة الحلبية المشهورة جدا على مستوى العالم، والأيقونة الدمشقية. فإذا هاي أرض هي ما نو جديد وغريب عليها هذا المشروع أبدا، هي منا نبع وانطلق كل شيء. أكيد بالختام بدنا نتشكرك، وكمان كثير نتشكرك، وإن شاء الله كثير من العطاء والمحبة لمشاريعكم القادمة. شكرا لك اليوم كنت معنا الأب يوحنا بطروسة، منسق مشروع كتابة الأيقونة البيزنطية بدمشق. أهلا وسهلا فيك. اسمحوا لي أشكركم، أشكر الإخبارية السورية وأشكر كل الإعلام السوري. حقيقة كمان لقينا حب واحتضان تشجيع كتير كبير من الإعلام، فشكرا كتير من القلب. وبتمنى كمان عام ميلادي مجيد، سنة جديدة مليانة بالخير والسلام لبلدنا سوريا وللكل. إن شاء الله سنة خير عليك أبونا، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا لكم وجهودكم. دايما واجبنا نحن أن نضوي على المشاريع المميزة. أهلا وسهلا فيك. شكرا، شكرا من القلب. أما هلأ هيدي وصلنا لختام حلقتنا لليوم، وخلص وقتنا معكم مشاهدينا. إن شاء الله نكون قدمنا لكم كل المتعة والفائدة، وأكيد نصائح جدا مهمة. تكونوا بألف خير من هون لبكرة، وأكيد إن كنتوا لحالكم أو مع الأشخاص يلي بتحبوها تكونوا بخير دائما، وانتظرونا بكرة بفقرات جديدة. شكرا للأستاذ وسام بالإخراج، وللمعد رامي بداوي، ولأبو نزار بالتصوير. شكرا لك. وشكرا لك يا عفاف، واكيد شكرا لكل حدا تابعنا اليوم بصباحنا غير، واكيد لا تنسوا تتابعونا بكره بفقرات جديده وضيوف جدد. ومن هلا لبكره مشاهدينا، ضلوا بخير.